بسم الله الرحمن الرحيم. خليك معي لو سمحت. المبحث القادم مبحث إن شاء الله مهم وتستفيدون منه إن شاء الله. مراحل تطور كتابة وضبط المصحف الشريف. مراحل كتابة وضبط تطور الكتابة وتطور مين؟ الضبط للمصحف الشريف. أيها الإخوة، العرب أمة تعتمد على الذاكرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وإنما أخذ العرب كتابتهم عن سكان شمال الجزيرة العربية، سموها الكتابة المسمارية أو الأهل الحيرة. وعندما يأخذ أهل لغة حروفا مكتوبة من لغة أخرى سيقعون في مشاكل. ليه؟ لأن عدد الحروف الهجائية يختلف من لغة إلى أخرى. عدد الحروف الهجائية في الإنجليزية مثلا ما هو مثل العربية، والعربية ما هي مثل التركية، والتركية ما هي مثل الأردو، والأردو ما هو مثل الأندونيسي، وهكذا قيس عليها اللغات الأخرى. فعندما أخذ العرب حروف الكتابة من غيرهم سكان شمال الجزيرة العربية وقعوا في مشكل، وهو أن الصور التي أخذوها للحروف ليست بالعدد الكافي لحروف لغتهم. حروف لغة العرب 28 أو 29، إن دخلنا الهمزة صاروا 29، وإن أسقطنا الهمزة شو صاروا؟ لكن الحروف اللي جابوها كانت أقل، فاضطروا أن يجعلوا لكذا حرف صورة واحدة، وهذا مشكل. فجعلوا مثلا للجيم والحاء والخاء صورة واحدة، وجعلوا للصاد والضاد والطاء والظاء صورة واحدة، وجعلوا للدال والذال صورة واحدة، وجعلوا للراء والزاي صورة واحدة، وصاروا هكذا. طب كيف بدهم يفهموا؟ يعني بيقول لك بالممارسة يعني. لكن هذا إلا ما يوقع بإيش؟ إلا ما يوقع بإشكالات. هكذا كان الحال في زمن نزول القرآن، وكتب القرآن على ما اعتاده العرب من الإملاء. كتب القرآن، بدأ يظهر إشكالات، بدأ غير العرب يدخلوا بالإسلام، غير العرب لما بيدخلوا ما لهم متعودين على الإعراب، ولغة العرب فيها الإعراب. ما هو الإعراب؟ قلنا منذ قليل قبل الفاصل، تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة، وهذا إذا يعني ممكن يغير المعنى، ممكن يقلب المعنى، ممكن يأتي بمعنى غير مرادة، أليس كذلك؟ فمن هنا بدأت بدايات تطور كتابة الحروف العربية. أول ما تطور دخل هو ضبط الفتحة والضمة والكسرة والتنوين. ومعروفة لديكم قصة سيدنا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، التابعي الجليل، وكان من العلماء. يروى أن سيدنا علي رضي الله عنه قال له: ضع للناس علامات ينحون نحوها. ينحون نحوها يعني يتبعونها، من هنا جاءت كلمة إيه؟ النحو. فاعتذر منه بالأول، لأنه هالأمور كانوا يتهيبوا منها جديدة. لكن يروى أنه كان مارا في أحد الطرقات فسمع قارئا يقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، قرأها القارئ ورسوله، فصارت من المشركين ورسوله. لما كسر اللام صارت معطوفة على مين؟ بمعنى والعياذ بالله. فأبو الأسود يعني مثل ما بيقولوا وقف شعره وقال: حاشا أن يتبرأ الله من رسوله. ورجع إلى سيدنا علي وقال: قد أجبتك لما طلبت،
ائتني بشاب كذا ثقيل يعني بمعنى ثقيف أو بمعنى فهيم وكذا ويعرف الهي. فأتى له بالكتب مصحفا وأعطاه حبرا أحمر اللون لأنه كانوا يتهيبوا أنه يزيدوا على القرآن شيء. الموروث النبوي الله أكبر الله أكبر. الموروث النبوي يا أخواني هو جسم الحرف. جسم الحرف في القرآن هذا موروث نبوي، وكل ما زيد على ذلك هذا من زيادات العلماء. فبأول الأمر كانوا يتهيبون أن يضعوه بنفس اللون بالحبر الأسود، فوضعوا بإيه؟ بالحمرة. فقال أبو الأسود لهذا الفتى: إن رأيتني فتحت فمي فضع نقطة فوق الحرف، مثل يا مثلا يا، فيضع فوق الياء نقطة حمراء. وإن رأيتني ضممت فمي فضع نقطة أمام الحرف، وإن رأيتني خفضت فكي فضع نقطة تحت الحرف. هذا هكذا بدأ. فإن كانت الكلمة منونة بدل ما يضع نقطة حمراء شو بيضع؟ نقطتين. هذا اسمه ضبط الإيش؟ ضبط الإعراب. ضبط الإعراب مين قام فيه؟ سيأتي معنا الآن. كتب القرآن الكريم زمن النبوة خاليا من النقط والشكل والهمزات على عادة العرب في الكتابة آنذاك، ولم يكن ذلك يشكل عليهم، فهي لغتهم وهم أهلها يتكلمون بها ويقرؤونها بالطبع والسليقة. ومع انتشار الإسلام في أرجاء الأرض ودخول الأعاجم فيه واختلاطهم بالعرب بدأ يظهر اللحن في اللغة العربية، مما دعا العلماء إلى وضع علامات للإعراب لينحو الناس نحوها. فقام أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وتوفى 69 هجري بنقط المصحف نقطة إعراب، فجعل علامة الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف المفتوح. شوف هي إن، شوف كلمة إن هذه إن، نقطة حمراء تحت الهمز الألف ونقطة حمراء وين؟ فوق النون. خليك مع اللوحة. وعلامة الضمة نقطة حمراء أمام الحرف المضموم. شوف هذه، شوف الكلمة هذه، له كل له كل له قانتون. شوف هذه هنا هنا كل، شوف كل، شوف وضع نقطتين. ليش وضع نقطتين في كل؟ لأنها منونة. لا وضع نقطة حمراء فوق اللام. هو شو وضع أمام الها؟ نقطة حمراء. ما قال له ضع نقطة أمام الحرف؟ نعم. وعلامة الكسرة نقطة حمراء تحت الحرف المكسور كما قلت لكم. هذه إيش؟ همزة إن. هكذا بدأ نقط المصحف. فحلوا إشكالا من الإشكالات. ما هو الإشكال؟ إشكال الإعراب. بقي عندنا إشكال ثاني، ما هو؟ الحروف المتشابهة في الخط. ما سبب التشابه؟ أن العرب لما أخذوا الخط أخذوه عن غيرهم. أما الحرف المنون فنقطه بنقطتين. قال الإمام أبو عمرو الداني في كتابه المحكم في نقط المصاحف: فاختار منهم أبو الأسود رجلا من عبد القيس فقال: خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد. شوف صبغا يخالف لون المداد. المداد شو لونه؟ أسود. أيوة وهو أبو الأسود سبحان الله. فإن فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف، وإن ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإن كسرتهما فاجعل النقطة فين؟ في أسفله. فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة أي تنوينا فانقط نقطتين. فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. هكذا بدأ نقط المصحف نقط الإعراب.